من ضمن الأسئلة، لو أنا مستواي في الإنجليش متوسط ودخلت الجامعة المصرية الصينية، هل هعرف أتعامل مع المناهج باللغة الإنجليزية؟ الإجابة هي آه. ليه؟ لأنك حتى لو مستواك متوسط فده يعتبر مستوى نوعا ما مقبول للدراسة. واحدة واحدة تتعود بس على الطريقة. ممكن في الأول حجم الأسئلة وحجم الدراسة وحجم التفاصيل دي تبقى بالنسبة لك موترة في الجانب الأولاني، لكن لاحقا هتجد إن الموضوع أسهل بكتير في هذا الموضوع. عاوز بس واحدة واحدة تاخد وتدي مع الكلام، وده طبيعي في الاول هتجد انه الدراسه ممكن انها تكون بالنسبه لك لانها باللغه الانجليزيه صعبه، او ايه ده انا مش عارف اجمع الحاجه، ولكن بعد كده هتجد نفسك قادر انك تتعامل على هذا الموضوع، وان شاء الله هتؤدي الاداء كويس. اصبر على نفسك بس شويه، ماده 2 3 هتلاقي نفسك الموضوع بقى معاك ماشي بشكل جيد جدا. ربنا معاك ووفقك ويكتبوا كل خير. كان معكم مصطفى عطيه، استشاري تدريب وتطوير. لا تنسوا الاشتراك في القناه لمتابعة كل جديد.